الأخ الفاضل دكتور وليد طبطبائي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ رئيس، وشكرا للزميل عادل الصرعاوي على تنازله عن دوري، عن دوره عفوا، وأعطي دوري. الأخ رئيس، طبعا من نافلة القول أن نوجه الشكر لصاحب الفضل والإحسان صاحب سمو أمير بلاد حفظه الله على هذه المبادرة والمكرمة الأميرية لأولاده وأبنائه وشعبه، وهذه ليست بغريبة على سموه، هو دائما يتحسس حاجة الناس ويشاركهم، يشركهم فرحة الكويت بالمناسبات والأعياد الوطنية. وهذه المنحة أو المكرمة تصرف من الاحتياط العام كما تفضل العم خالد السلطان، واحتياط العام هو أموال الشعب الكويتي، والشعب الكويتي هو من يستحق العطاء والبذل. الشعب الكويتي الذي ضحى وبذل من أجل إرجاع الشرعية وقاوم الاحتلال، وكان فعلا يعني الشعب الذي تفتخر في حكومته إبان الاحتلال العراقي الغاشم، وكيف أداروا البلد في ظل غياب الحكومة، وكيف أداروا عصيان مدني وتحالف وتمسكوا بشرعيتهم. هذا الشعب الكويتي الذي يستحق كل بذل. هذه الأموال التي تصرف من أموال الشعب الكويتي للشعب الكويتي بمبادرة كريمة من صاحب السمو أمير بلاد وأيضا الحكومة. وأيضا يشكر صاحب السمو أمير بلاد والحكومة على ربطها بالتموين حتى لا يكون في ارتفاع الأسعار، لأن التموين هو يعمل توازن في أسعار المواد الأساسية في البلد، وهذا يعني نظرة جيدة. وأيضا نطالب وزير التجارة بمراقبة بعض الجشعين من التجار. وأنا أتمنى أن تكون هذه المنحة هي منحة سنوية أقل تكلفة عن طريق راتب منحة يمنح كل سنة، راتب منحة شهر يمنح في رمضان لكل صاحب معاش وراتب ومساعدة اجتماعية. لكن من ناحية العملية هذه المنحة يا حكومة، وأنا أسف لعدم وجود الحكومة، يعني هذه المنحة عبارة عن مسكن للمواطنين، إبرة مورفين لا تحل مشاكل المواطنين. المواطنين للأسف يعانون من تردي الأوضاع الصحية والخدمات الصحية، يعانون من تردي الأوضاع التعليم العام، مضطرين يرسلون أبنائهم إما لمدارس خاصة أو لاستعانة بمدرسين خصوصيين لتصليح الوضع. المواطنين الآن يودون أبنائهم ليدرسون في الجامعة في دول كانوا يدرسون عندنا مثل البحرين وعمان والإمارات والأردن وغيرها، مصر، آلاف، عشرات الآلاف الكويتيين لا يجدون تعليم جامعي في بلادهم. أنا كنت أتمنى أن يكون في مبادرة لإنشاء جامعة ثانية وثالثة بالكويت تستوعب المواطنين. وين غياب الدور التنموي للحكومة؟ خطة التنمية اللي يقول عنها هذه خطة يعني قاعد تمشي بماكينة ديزل، هذه متباطئة. وين جسر الصبية؟ وين المشروعات الكبرى؟ وين الدائري الثامن؟ وين القطار؟ أين الحكومة الأخرى؟ للحين ست محافظين منتهي مرسومهم من سنة ويداومون المحافظين، وكلاء منتهي مرسوم، جامعة وحيدة ست أشهر وما عينوا مدير جامعة. هذا فوضى حكومية. الحكومة تغرد، يعني لا يحسون أنه والله خلاص الناس تلموا منها الوضع طيب، لا، الخدمات سيئة. على الحكومة أن تنهض الخدمات، مو يصير اللي يدفع يستلم المواطن بيد يدفع للخدمات الصحية، يدفع للمدارس الخاصة، يدفع لسوء ما في سكن، تباطؤ السكن، مواطنين ما عندهم ينتظرون الوظائف، في عشرات الآلاف من المواطنين يعني ينتظرون، أبنائهم خريجين ينتظرون الوظائف. الحكومة لا تقوم بدورها، يعني لا خلاص نعطينا المواطنين خلاص نحلت مشاكل المواطنين. الحكومة مقصرة ومقصرة مقصرة. وجانب أخير الأخ رئيس، قبل المال الكرامة، يجب أن نشعر مواطن الكويتي بكرامته. اللي ما حصل في ديوان الحربش من ضرب مواطنين بالشارع هذا لا يمكن، ما الكرامة لا تعوض بثمن. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض بالمالي. مواطن يقتل في المخفر. أنا صار لي حين اليوم استلم تقرير الأخوان في اللجنة، شي براسي ملفقين له تهمة، جايبين له خمور، قالوا هذا خمور هالمواطن هو مو صحيح، طاقينه وجايبين تقارير طبية مزورة. ظلم وامتهان لكرامة المواطن. أنا عندي الكرامة أهم من الأموال،
مو تسكتون المواطن باموال وتهينون كرامته وتهدرونها بالمخافر. حرام عليك يا حكومه، استقيل يا حكومه من هذا. شكرا دكتور.